قول على كان في حفل طبعا الافضل في افريقيا، وكنت لسه بتكلم مع كابتن ابراهيم وعدم حضور كابتن حسام وكابتن ابراهيم، حتى صلاح ما جاش كمان، وفوز مني بهذه الجائزه. يعني ايه صلاح ما جاش؟ بقول لك مش انت صلاح ما جاش. طب وايه يعني ايه المشكله؟ ما جاش عادي. ايه تعليقك؟ تعليقي برضو عايزين نتكلم في الحته دي باستفاضه شويه. يعني دلوقتي انت ما تعزمتش ليه؟ في الافضل بس كانوا ما بيعزمونيش اصلا في بيتي. لا هتعزم؟ طيب هم طايقيني اصلا. ماشي، ده حولوني لجنه الانضباط. ايه يا عم موين؟ ايوه انت برضو تهدى شويه. هرجع تاني واحلف لك؟ ارجع تاني وارمي القلم؟ مالكش دعوه بالقلم. لا ما القلم مالكش دعوه بالقلم. لا القلم بقى حبيبي. قول لي اول هم. انا شايف في الموضوع ده هبد كتير قوي. ايوه والدنيا كلها يعني في يوم وليله بقى صلاح ما يجيش ولازم يجي، وماني كان في السنه اللي فاتت كانت مقامه عنده وراح والراجل رقص ما يرقص. انا مالي انا دلوقتي؟ انا اللي يهمني ابن بلدي ولا لا؟ طيب اي حد من الاعلاميين اللي هم فتحوا النار على صلاح اتصل بيه وقال له انت ما جيتش ليه؟ صح ولا غلط؟ مش مفروض عرفك. اتصلت بيه؟ على ايه؟ انت اتصلت بيه وقلت له انت ما جيتش ليه؟ لا يعني حصل في اتصال بس مش لازم اقوله لك. لا يبقى خلاص قول، وضح للناس عشان الناس دلوقتي كل واحد كل من هب وده بيتكلم. يعني عليه. انا اتكلمت قلت لهم ان صلاح هو محمد صلاح، حته ان جه ما جاش هو عنده ظروفه، الوحيد اللي هيقدر يتكلم عليها هو بس كده، الوحيد اللي هيقدر يقول هو ما جاش ليه هو بس. لما نسمع كلام صلاح يبقى نبتدي نعمل البلان اللي الناس كلها بتتكلم فيه. الله ينور عليك. المفروض هو اللي يرد عن الموضوع ده.